عملية الاستضافة. المشهد السياسي في تونس اليوم هو يتميز بتشابه كبير وكبير جدا بين مؤسسات الدولة وخاصة بين مجلس نواب الشعب وكذلك رأس السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية. ومثل هذا التشابه الكبير يعني لن يكون يعني مؤشرا صحيا بالنسبة إلى الحكومة الجديدة حكومة هشام المشيشي، خاصة وأن الحكومة ستظل هي ستظل يعني في معركة كبيرة بين رأسي يعني بين رأسي المتخاصمين، يعني نقصد هنا بالمجلس التشريعي وكذلك رأس المجلس التنفيذي وهو رئيس الجمهورية. بالتالي نحن اليوم مع حالة تجاذب كبيرة لن تساعد على ما يطرحه المشيشي أو ما طرحه المشيشي في خطاب أمام نواب الشعب، يعني بأن يكون هناك تقدم اقتصادي أو لحظة من لحظات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لأن التجاذب السياسي وعدم الاستقرار السياسي لن يسمح لمؤسسات الدولة بأن يعني بأن تمارس مهامها بأريحية تامة، تجعل من هذه الحكومة بداية أمل ضئيلة ل يعني بداية أمل ضئيلة لمعاودة الإصلاح من جديد. وبالتالي يعني وجب على الجميع اليوم أما التوجه نحو هدنة سياسية واجتماعية لكي تتمكن هذه الحكومة من ممارسة مهامها بأريحية، أو أن يكون هناك يعني نقول حلقة جديدة من مسلسل طويل من إسقاط الحكومات إذا لم يستطع المشيشي بحكومته حكومة التكنوقراط من إرضاء من ساندوه في مجلس نواب الشعب، أعني بذلك ائتلاف النهضة وائتلاف النهضة والنهضة وائتلاف الكرامة وكذلك. ولكن بهذا التوقيت أستاذ نزار تخرج أصوات مطالبة أبرزها رئيس حزب التيار الديمقراطي في تونس محمد عبو بمقاضاة حركة النهضة. كما نعرف أن محمد عبو شغيت لمنصب وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والحكم الرشيدة في حكومة الفخفاخ المتخلية، وبالتالي كان من مهامه هو القيام بتحقيقات وتدقيقات في حسابات المتنفذين في الدولة ومنهم خاصة حركة النهضة التي تحكم في تونس منذ سنة 2011. وبالتالي فأن ما قاله عبو هو حصيلة تحقيقات قامت بهذه الوزارة، وبالتالي ما قاله أمس وعبر عنه عن أسفه من وصول حال بلاد حال أزمة سياسية بهذا الحال هو في صميم مهامه. وبالتالي فأنه هذه الشبهات هي موجودة وموجودة منذ سنوات، خاصة عندما تطرق إلى وجود بين ظفرين أجهزة استخبارية لدى الأحزاب ومن خاصة حركة النهضة، وهذا ما يمكن ربطه بقضية الجهاز السري المتورط. وضحت يعني الفكرة. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نزار مقني، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من تونس.